مرحبا واهلا وسهلا فيكم يا شباب في اخر محاضرة في المشروع الاول، مشروع شبكة الصرف الصحي. خلينا نبلش حاليا في تصميم كميات الحفر. طبعا احنا وصلنا في اخر مرة انه احنا عملنا الديزاين تبعنا، تمام، وعملنا تشيك على السرعات اللي موجودة عندنا في البايبس وتأكدنا انه هي ضمن الرينج، وبعدين شفنا ايش المخرجات اللي احنا بدنا نطلعها بعد ما نخلص المشروع. وفي هاي المحاضرة ان شاء الله راح نعرف كيف نحسب كميات الحفر اللي موجودة على البايبس، او قديش كميات الحفر اللي راح نعملها عشان نشتغل البايبس في الموقع. فأول حاجة احنا بدنا نعملها، بدنا ناخد زي صورة كاملة فقط زي ما انتم شايفين هنا، زي ما انا اخذت صورة كاملة للشبكة اللي موجودة عندنا. بعد هيك بدنا نحطها عندنا على أساس إنه بعد هيك نمشي عليها. تاني شغلة بدنا ناخد هدول الأعمدة، طبعا الأعمدة من هنا لهان، من هدول الأعمدة راح ناخدهم من السابق، يعني من التصميم السابق، نفس الأعمدة اللي هي البايب والمانهول فروم وتو والبايب لينث والجراوند ليفل والبايب سلوب والدياميتر بالانش والدياميتر بالمتر. طيب ماشي، عشان لقيت ناخد هدول، خلينا اول حاجة بدنا ناخد البايب وناخد المانهول فروم وتو، تمام. فخلينا اول حاجة نفتح الحافظة اللي موجودة عندنا عشان ما نضلناش نروح ونيجي، ونفتح على الجدول اللي احنا خلصناه اللي هو جدول التصميم اللي احنا خلصناه. اول حاجة بدنا ناخد عمود البايبس، اي كنترول سي اخذنا عمود البايبس. بعديك بدنا ناخد المانهولز فروم وتو، هنا اخذنا المانهولز فروم وراح ناخد المانهولز تو. بعدك شو موجود عندنا؟ موجود عندنا البايب لينكث. بعد هيك ايش في عندنا؟ عندنا الجراوند ليفل فروم وتو، الجراوند ليفل فروم وتو اللي هو الزد عندنا. طيب شو باقي عندنا؟ باقي عندنا البايب سلوب والدياميتر بالانش. البايب سلوب والدياميتر بالانش، تمام. نيجي ننسخهم هان. اول حاجة بدنا نحطها هي البايبس، هي عندنا البايبس، المانهولز فروم، المانهولز تو، البايب لينكث، الجراوند، خدنا البايب لينكث، بعدين بدنا ناخد الجراوند ليفل فروم، وبعدين الجراوند ليفل، لا هذا الجراوند ليفل فروم، بعدين حناخد الجراوند ليفل تو، وبعدين حناخد البايب سلوب والدياميتر بالانش. طيب الدياميتر بالمتر راح يساوي الدياميتر بالانش مضروب في 2.54 على 100، تمام. طيب خلي هذا على جنب، بالاخر راح نستعملها. نيجي هان، طبعا زي ما حكينا الأعمدة من 1 لـ 7 اللي هم لتو اخذناهم من الديزاين اللي قبل. هجيت بدنا نحكي عن المينيموم كفر والكفر يا شباب، انا قلت خلاص بدناش هذا، ما بيلزمنا. طيب المينيموم كفر يا شباب، المينيموم كفر هو المسافة اللي احنا بدنا نطمها فوق البايب، وهي المسافة بتتعلق زي ما احنا ذاكرين هنا، بتتعلق بايش؟ قديش الدياميتر للبايب. فزي ما احنا ملاحظين من الجدول هذا، بقول لي اذا كان الدياميتر بالانش، اذا كان الدياميتر 4 بدنا نحط الدبث او نسميه الكفر عندنا، تمام، هو 0.7 متر. اذا كان 6 انش بدنا نحطه 0.8 وهكذا. فاحنا اللي بهمنا، احنا قلنا اقل بايب احنا مستعملينه هو 8 انش، تمام. فاحنا بدنا نقول انه اذا كان البايب، طبعا بقول لي هان اذا كان 8 بدها طول متر، اذا كان 10 برضه متر، اذا كان 12 برضه متر، اذا كان 14 بدها طول متر 20، تمام. فبالتالي احنا بدنا نقول له اذا كان البايب بيساوي 14 انش بدنا نحط 1 و2، إذا كان أقل من 14 إنش بدنا نحطه 1، إذا كان أكبر من 14 إنش بدنا نحطه إيش؟ 1.3. فهذه بدنا نبرمجها if statement، إذا بيساوي if إذا الدايمتر هذا
بيساوي 14، يحط لي اياها ايش؟ 1.2، مظبوط، 1.2. طيب اذا غلط يخش لي اف ستيتمنت تانية، اذا كان الدياميتر تمام اقل من 14 يحط لي اياها ايش؟ 1، تمام. طيب اذا غلط لا يخش لي اف ستيتمنت اخرى، اذا كان نفسه هذا الدياميتر اكبر من 14 حطه 1.3. تمام، بعد هيك نسكر الاقواس عنا، حط له اوكي. لاحظوا انه 18 انش اعطاه 1.3، لاحظ انه ال 8 انش اخذت 1، ال 20 انش اخذ 1.3 لانها اكبر من 14. فهيك احنا بنكون خلصنا المينيموم كفر. بعد هيك بدنا نيجي، او قبل خلينا بس نعمل التنسيق هذا، توسيط، ونحط كله 12. تمام، البايب ثيكنس، البايب ثيكنس احنا هنا بنتعامل مع بايبات يو بي في سي. يو بي في سي معناته بلاستيك. طبعا البايبات ممكن تكون كونكريت، ممكن تكون حديد، احنا عم نتعامل مع يو بي في سي، واليو بي في سي معروف انه 3، زي ما هو كاتب لي هان انه احنا بنتعامل مع يو بي في سي بسمك 3 مليمتر. فاذا عندي سمك البايب هو 0.03، او بنقدر نقول بيساوي 3 على 1000، نفس الحاجة. فالبايبات كلها اللي احنا بنستعملها هي 0.003 متر الثيكنس تبعه. طبعا زي ما احنا ملاحظين، لاحظوا بالرسمه هذه الثيكنس هو قد ايه، هي شايفينه التي، التي بنسميه الثيكنس، هذا الثيكنس تبع البايب، والدايميتر هي الدي تمام، والكفر هي اللي فوق البايب، الطمم اللي راح يكون فوق البايب. طيب هنا بدنا نيجي نحسب الانفرت ليفل. طيب شو الانفرت ليفل؟ الانفرت ليفل هو هذا الليفل، شايفين هذه النقطه شباب، النقطه هذه هي الانفرت ليفل. طيب لما بدي اجي احسبها ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ الجراوند ليفل، انقص منه الكفر، وانقص منه ثيكنس، وانقص منه دايميتر، بطلع مين؟ الانفرت ليفل. اذا بدنا نيجي الانفرت ليفل فروم بده يساوي الجراوند ليفل فروم ناقص، بدنا ننقص منه كفر تمام، ناقص شو كمان؟ بدنا ننقص منه تي باي ثيكنس. اذا الانفرت ليفل فروم بده يكون الجراوند ليفل فروم ناقص مينيموم كفر ناقص ثيكنس ناقص ايش؟ الدايميتر طبعا بالمتر، اوكي، لانه متعامل بالمتر. هيك احنا بنكون وصلنا للانفرت ليفل فروم. طب حسبنا الانفرت ليفل فروم، اذا الانفرت ليفل 2 ايش بده يساوي؟ لاحظوا بالرسمه هذه يا شباب، خلينا نركز هان، حكيت عندي الانفرت ليفل فروم هيو، الانفرت ليفل 2 حيكون هيو هنا، هذه النقطه، النقطه اللي هي هنا والنقطه اللي هان. طيب كيف بدي اضمن انا السلوب عندي متحقق؟ لازم احسب الانفرت ليفل 2 بناء على السلوب، عشان السلوب عندي يتحقق. كيف بدي احسب هذا الكلام؟ لو بدي اجيب الانفرت ليفل هنا ايش راح يكون؟ راح يكون الانفرت ليفل فروم، بدنا ننقص منه قديش؟ بدنا ننقص منه الاس اللي هي الميل اللي انا موجود عندي، البايب سلوب مضروب في قديش؟ في اللينكث تبع البايب، عشان نحسب المسافه هذه دلتا واي، ناقص اللي هي دلتا واي، هذه هي عباره عن الاس مضروب في البايب لينكث. دلتا واي هذه يا شباب هي قديش انا نزلت في البايب عشان احقق الميل تبع البايب. اذا حاطط ميل للبايب مثلا 3%، فبالتالي لازم احقق ميل للبايب. اذا الانفرت ليفل 2 راح ينحسب بيساوي الانفرت ليفل فروم ناقص الدلتا واي. الدلتا واي قلنا شو هي؟ هي البايب لينكث، هاي البايب سلوب مضروب في البايب لينكث. نرجع على البايب لينكث، تمام. هيك حسبنا الانفرت ليفل 2 تمام. طيب الانفرت ليفل موديفايد هنا بقول لي بدنا نضمن انه الانبوب الداخل الى المنهل اعلى من الانبوب الخارج من المنهل. طيب تعال ايش يعني هذا الكلام؟ لو اجينا قلنا انه عندنا منهل، والمنهل هذا داخل فيه بايب وطالع منه بايب تمام. المنهل هذا لما بيدخل فيه بايب وطالع منه بايب، لازم البايب اللي طالع من المنهل يكون اوطى من البايب الداخل الى المنهل. ليش؟ عشان نضمن سريان المية، واوطى منه بقديش؟ بخمسة سنتي على الاقل.
فهذا الاشي بدنا نتأكد منه، بدنا نشوف هل البايبات اللي خارجة من المنهل اوطى من البايبات اللي داخلة من اللي داخلة على المنهل بخمسة سنتي ولا لا. بدنا نيجي نحسب يا شباب الانفرت ليفل موديفيكيشن او الموديفايد. كيف بدنا نعدل على الانفرت ليفل؟ بدنا نعدل على الانفرت ليفل بناء على انه لازم البايب اللي خارج من المنهل يكون اوطى من البايب اللي داخل الى المنهل. تمام، البايب اللي خارج من المنهل يكون اوطى من البايب اللي داخل المنهل على الاقل بخمسة سنتي. كيف بدنا نعمل هذا الكلام؟ في كل بداية برانش راح يكون ما في تعديل، راح يكون زي ما هو في بداية البرانش، راح يضل الامور زي ما هي. بالنسبه ل2 راح ناخده نفسه، الانفرت ليفل 2 راح يضله زي ما هو لانه هذا بحقق السلوب. تمام، خلينا نشتغلها، خلينا نشتغل شغلنا على هاي البرانشات، وخلينا ناخذ البرانش هذا كمان معانا بس لاند الان بكفي. طيب للباقي نفس الحاجه، يعني احنا هناخد بس على هدول كمثال. طيب الانفرت ليفل فروم راح يكون بالبدايه في اول البرانش راح يكون زي ما هو. طيب في الخانة الثانية بدنا نقول if statement إذا كان البايب اللي خارج من المنهل ناقص البايب اللي داخل إلى المنهل، هذول ناقص بعض. تمام، نحطهم في قواس، يعني إذا كان الانفرت ليفل 2 ناقص الانفرت ليفل from ال 2 لفروم. لو نيجي نطلع هان على الرسمة عنا، لو جينا مثلا على بداية البرانش هذا راح يكون ما في بايبات داخلة، في بايب خارج اللي هو لما نيجي احنا نسمي البايب احنا متعودين انه يكون هاي البايب هذا، لما بدنا نسميه بدنا نقول انفرت ليفل فروم انفرت ليفل 2. فلما بدنا نيجي نشتغل على اول بداية برانش ما في انفرت ليفل فروم للي قبله، لانه ما في شيء، فيش بايب داخل اليه، فيش الا بايب خارج منه، وبنسميه ايش؟ بنسميه فروم. تمام، لو جينا على المنهل هذا، المنهل 2، البايب اللي خارج منه هذا والبايب اللي داخل عليه هذا، لازم يكون البايب هذا اللي هو بالنسبة له بيساوي الانفرت ليفل تبعه راح يكون انفرت ليفل فروم، والبايب هذا راح يكون انفرت ليفل 2. تمام، فاحنا بدنا ناخد الانفرت ليفل 2 ناقص الفروم. تمام، انفرت ليفل 2 ناقص الفروم، لازم يكون اللي طالع من المنهل اللي هو بدنا نقول الفروم ناقص التو. تمام، لازم يكون الفرق ما بينهم بوينت او خمسة، لازم يكون هذا اعلى منه بوينت او خمسة. اذا بدنا ناخد هذا اللي هو فروم اللي هو اسف تو ناقص الفروم بده يكون بيساوي بوينت او خمسة او اكبر من هيك، هاي اللي احنا بدنا نعمله. اذا بدنا ناخد اذا كان الانفرت ليفل تو ناقص الانفرت ليفل فروم اقل من بوينت او خمسة، ايش يسوي؟ ياخد الانفرت ليفل تو ينقص منه بوينت او خمسة، غير هيك ياخد نفسه الانفرت ليفل فروم زي ما هو، ما راح يغير عليه. هاي البرمجة تبعت هذه المعادلة. لاحظ انت ايش كانت قبل؟ كانت 45.8 صارت 45.33، اذا كانت اعلى. لاحظوا انتوا هنا اللي خارج من المنهل اعلى من اللي داخل، فهنا لما عدلناها صارت اللي خارج من المنهل اوطى من اللي داخل. تمام، هذا اللي احنا بدنا اياه. وبنسحب هذا الكلام لايش؟ للبرانشز اللي عندنا. طبعا هنا برضو حيصير في تعديل، هلقيت لكل برانش، كل برانش راح نعدل عليه. طيب لو جينا نطلع على الرسمه هنا، لاحظوا انتم في بدايه البرانش هذا اللي هو ام 1 هنا ما فيش فيه بايب داخل، عشان كده احنا لما جينا اخذنا الفروم هذا اخذناه زي ما هو، ما غيرنا عليه شيء. تمام، لكن احيانا بيصير في عندي التقاء، زي مثلا عندي هنا منهل 16 هو التقاء لمين؟ للبرانشز اللي هو البرانش اللي جاي من هنا والبرانش اللي جاي من هنا، هو التقاء برانشين مع بعض. فبالتالي لازم يكون البايب هذا اللي طالع اوطى من التنين هدول بخمسة سنتي، اوطى من اوطى واحد فيهم. تمام، يعني هذا البايب لازم يكون اوطى من التنين هدول بخمسة سنتي على الاقل. هذا الكلام راح نشوفه لما نيجي نعدل على البرانشز، بس خلينا نحسب الاكسكافيشن وبنرجع لهذا الكلام. طيب الاكسكافيشن كيف بدنا نحسبه يا شباب؟ هو كميه الحفر، كميه الحفر كيف بدنا نعرفها؟ لو جينا طلعنا على الرسمه هاي الاكسكافيشن، لاحظوا انتم الاكسكافيشن ايش راح يكون؟ هو القيمه هذه كلها، يعني هي عباره عن الجراوند ليفل ناقص الانفرت ليفل، الجراوند ليفل ناقص الانفرت ليفل بيطلع لي الايش؟ خلينا نيجي نعملها هيك. لو نقصت الجراوند ليفل هذا ناقص الانفرت ليفل اللي هو هاي الانفرت ليفل، طبعا الجراوند ليفل متاخد من طبعا عندي مرجع معين، هذا هو الجراوند ليفل. تمام، وعندي من نفس المرجع اللي هو مين؟
اللي هو الانفرت ليفل اللي هو هذا، تمام. لان عندي لو اخذت الانفرت ليفل هذا نقصت منه الجراوند ليفل، بضل عندي المسافة هذه اللي هي لعند الهان لهان. طيب زود عليها تي، بتطلع لنا مين؟ الاكسكافيشن. اذا الاكسكافيشن هو عبارة عن الجراوند ليفل ناقص الانفرت ليفل، تمام، زائد تي. الجراوند ليفل ناقص الانفرت ليفل زائد تي. لاحظ انت هنا هذا بيساوي الجراوند ليفل فروم ناقص الانفرت ليفل اللي عدلناها زائد بايب ثيكنس. انا نسحب هذا الكلام. طيب 2 راح يكون نفس القصه، جراوند ليفل 2 ناقص انفرت ليفل 2 زائد ثيكنس. تاكد من هذه، تمام، تاكد انه احنا ماخدين القيمه الجديده مش القديمه للانفرت ليفل، تمام. اذا هيك حسبنا الاكسكافيشن للقيم هذه. طبعا لاحظوا انه في مشاكل برضو لانه عشان ما عدلناش البرانشز، عندنا بنعدلهم احنا، بس راح نعدل على هدول البرانشز، خمس برانشات هدول بدنا نشتغل عليهم عشان الوقت، لكن الباقي نفس القصه، بدك تعدل على كل البرانشز اللي موجوده عندك في المشروع. الموديفيكيشن، خلينا نحسب الموديفيكيشن وبنرجع نعدل على البرانشز، نحسب الموديفيكيشن اللي موجود عندنا. الموديفيكيشن هذا بناء على ايش؟ بناء على قيمة الكفر. لاحظوا انتو انه احيانا مش انا قاعد انا بعدل في قيم الانفرت ليفل، اشي بطلعه اشي بنزله، ممكن اصل لحالة انه انا مش بصل لحالة انه يصير عندي المينيموم كفر مش متحقق. انا عندي المينيموم كفر مثلا عندي واحد، فبتلاحظ انت بتصير وانت قاعد بتعدل في الانفرت ليفل تبع البايبس، ممكن البايب يصل لمرحلة انه الجراوند ليفل يلتقي مع الانفرت ليفل اللي موجود عندك، يصير الكفر عندك اقل من المينيموم. فبالتالي انا بدي اتاكد من هذا الكلام، هل هذا الكلام واصل للمينيموم كفر ولا مش واصل؟ فبدي احسب الكفر اللي عندي واشوف هو محقق المينيموم كفر ولا لا. اذا محقق المينيموم كفر تمام، فيش اي مشاكل. مش محقق المينيموم كفر، فبالتالي بدي احط قيمة تعديل بنسميها موديفيكيشن على الاكسكافيشن. اذا الموديفيكيشن ايش راح يكون؟ راح يكون هو قيمة، راح نعمل اف ستيتمنت اذا كان قيمة الكفر، حطها بين قوسين، اللي هي قيمة الكفر اللي هي عبارة عن الاكسكافيشن كله، تمام. طبعا ناخد الاكسكافيشن تو مش فروم، ليش؟ لانه فروم متحقق فيه من الكفر اصلا، لانه احنا اشتغلنا الفروم، لما جينا اشتغلنا الفروم اللي هو متاخد من الانفرت ليفل فروم، تمام، اللي هو اصلا متاخد من الانفرت ليفل الاصلي اللي هو محقق المينيموم كفر. لاحظوا احنا ماخدين المينيموم كفر، لكن التو متاخد بناء على السلوب، وبالتالي هذه متاخده بناء على السلوب، اذا هذه بناء على السلوب، اذا هذا اللي بده يصير فيها تعديل اللي هي الاكسكافيشن 2. اذا هذه ايش بتساوي؟ اف ستيتمنت اذا كان الاكسكافيشن 2، تمام، لو نحسب الكفر اللي عندنا اكسكافيشن 2 كل الاكسكافيشن ناقص، خلينا نورجيكم اياها. لو اخذت لك الاكسكافيشن كله نقصت منه 2 تي، هاي بدنا ننقص 2 تي، تمام. طيب ونقصنا منه دايمتر، على ايش بحصل انا هيك؟ هاي خلينا نطلع بالرسمه اوضح. ناخذ الاكسكافيشن نقصنا منه تي وتي ونقصنا دايمتر، على ايش بحصل؟ على الكفر، هذا الكفر اللي انا بدي اياه. طيب هذا الكلام كله اذا كان اقل من المينيموم كفر ايش بدي يسوي؟ بدي ياخذ المينيموم كفر ناقص القيمه نفسها هذه اللي هي قيمه التعديل. اذا المينيموم كفر ناقص ناقص الكفر الاصلي، تمام، هو قيمه التعديل. اذا غير هيك، اذا يعني المينيموم كفر متحقق، خلاص ما يعدلش، احط لي صفر، ناقص عندنا قوس هيعملوا لحاله، ما فيش مشكله، تمام. نيجي نسحب الايش؟ الموديفيكيشن. طيب الموديفيكيشن فاينل هو هذا الخانه الوحيده اللي راح نعملها يدوي. كيف بدنا نعملها يدوي؟ بناء على كل برانش. لاحظوا عندي انا عندي هذا برانش الاول، تمام، هاي البرانش الثاني، وهي هذا البرانش الثالث، وهي البرانش الرابع. طبعا هذا هتشتغلوا الكلام على كل برانش اللي موجود عندك بالمشروع، احنا انا بس اختصارا للوقت بدنا نعمل بس على البرانشات هذول.
اول 5 برانشز الاولى عند الهان، لون اصفر عند الهان احنا هنشتغل. طيب الموديفيكيشن فاينل راح ناخذ البرانش الاول، التعديل عندي هذا راح يكون صفر، التعديل هذا راح يكون بيساوي القيمه هذه، التعديل اللي بعده بدنا نشوف القيمه هذه اكبر ولا لا، لا اصغر، اذا هناخد نفس القيمه راح تضلها زي ما هي. طيب التعديل هذا برضو راح ناخد نفس القيمه، ليش؟ لانها الاكبر، وهنا برضو هي الاكبر هي الاكبر هي الاكبر. تمام خلصنا البرانش، نيجي للبرانش اللي بعده، هذا صفر وهذا صفر، اللي بعده هذا راح يساوي هذه القيمه. طيب البرانش هذا فيش تعديل، البرانش هذا راح يساوي القيمه هذه. طيب اللي بعده راح يكون هو القيمه مش اللي قبل، لا هي هذه لانها الاكبر، بدنا ناخد، اذا بدنا نفهم انه احنا بناخد القيمه الاكبر. طيب صفر ولا هذه؟ لا هي، اذا مضلها القيمه زي ما هي، اسف هذه تساوي هذه، حضلها القيمه زي ما هي. ليش؟ لانه الصفر اقل من القيمه، لما اخذ القيمه الاكبر. نكمل، هذا راح يساوي القيمه هذه، وبعدين هذه راح تساوي نفس القيمه، ليش؟ لانه القيمه هذه اصغر، لما تكون القيمه اكبر باخذها، لما تكون القيمه اصغر باخذهاش، باخذ القيمه الاكبر. هذا صفر، فيش تعديل، فيش تعديل، هنا راح يساوي 0.004، هنا راح تضل القيمه زي ما هي لانه صفر، وهنا مين الاكبر؟ 0.04 هي اكبر، وبالتالي بضلها زي ما هي. اذا هيك، وبنفس الطريقه هتمشي على كل برانش، على كل برانشات اللي عندنا. تمام، بالتالي بعد هيك الفاينل اكسكافيشن راح يكون بيساوي الاكسكافيشن زائد الموديفيكيشن فاينل، والتو راح يكون الاكسكافيشن 2 زائد الموديفيكيشن فاينل. بس نسحبه للبرانشز اللي عندنا، احنا شغالين لعند الان، وهذا نفس القصة. تمام، بدنا نحسب النيو كفر، الكفر الجديد اللي عندي، كيف بدي احسب النيو كفر؟ ممكن احسبه باكثر من طريقة، يعني ممكن اخذ الكفر، كيف بدي احسبه؟ بدي اخذ الجراوند ليفل، تمام، ناقص الانفرت ليفل، هاي زي ما احنا هنا عاملين، هناخذ الجراوند ليفل ناقص الانفرت ليفل، راح يطلع لي المسافة هذه. تمام، راح نزود عليها تي، او اسف ننقص منها دايمتر وتي، بيطلع عندي الكفر، ممكن احسبها بهاي الطريقة. تمام، او ممكن اخذ قيمة الاكسكافيشن نفسها، الاكسكافيشن نفسها هذه كلها، ننقص منها تي وتي، وننقص منها دايمتر، مظبوط؟ يعني هناخذ الاكسكافيشن فروم ناقص 2 في الثيكنس ناقص دايمتر. تمام، هيك حصلت على الكفر، وهنا نفس القصة بيساوي الاكسكافيشن فاينل 2 ناقص 2 في الثيكنس ناقص دايمتر. أكد لازم تاخذ الاكسكافيشن الجديدة. تمام، هيك حسبنا النيو كفر، ممكن قلنا نحسبه بطريقة تانية اللي هي ايش؟ ممكن نقول هو عبارة عن الجراوند ليفل جراوند ليفل فروم ناقص الانفرت ليفل فروم اللي هو هذا. طيب بعدين ننقص منه دايمتر وثيكنس نفس القيمة، طلع 1.3، لاحظوا كيف. طيب بعد هيك الفاينل انفرت ليفل، كيف بدنا نحسب الانفرت ليفل؟ الانفرت ليفل حكينا هو عبارة عن ايش؟ الجراوند ليفل ناقص الكفر، ايوه الجراوند ليفل فروم ناقص كفر، الكفر الجديد مش القديم، ناقص تي اللي هو ثيكنس ناقص دايمتر. بس والتو راح يكون بيساوي الجراوند ليفل 2 ناقص كفر 2
ناقص thickness ناقص diameter. تمام. طيب الدروب مانهول، الدروب مانهول ايش يعني؟ يعني هل هذا المانهول عندي دروب؟ ايش لما يكون دروب اصلا؟ ليش بنعمل الدروب؟ الدروب بنعمله يا شباب عشان نتأكد انه البايب اللي داخل على المنهول واللي خارج من المنهول ما يكون الفرق بينهم اكتر من 60 سم. ليش هيك بنعمل؟ لانه اذا كان الفرق ما بين البايب اللي داخل على المنهول والبايب اللي خارج من المنهول اكتر من 60 سم، هذا راح يعمل لي احتراق في قاع المنهول. تعال نطلع على الرسمة كيف بتكون. لاحظوا هتكون بالطريقة هذه. فبالتالي هذا الـ هذا الـ هذا العلو هذا اذا كان اكتر من 60 سم، هذا راح يأثر على المنهل ويعمل لي احتراق في قاع المنهل. وبالتالي انا بدي اتأكد انه هاي الامور متحققة عندي. تمام. فبالتالي بدنا نتأكد انه البايب اللي طالع من المنهل واللي خارج واللي داخل على المنهل الفرق ما بينهم اقل من 60 سم. اذا كانت اكتر من 60 سم بدنا نعمل دروب مانهول. اذا هذه بدها تسوي اف ستيتمنت، راح يكون اف. طبعا في بداية البرانش زي ما احنا شايفين هنا لو جينا على بداية البرانش هذا ما في بايب داخل على المنهول، وبالتالي هنا مش راح يكون في دروب مانهول اصلا يعني. ففي بداية البرانش ما راح نعمل دروب مانهول. تمام. القيمة اللي بعدها راح تكون اف ستيتمنت. اذا كانت القيمة هذه اللي هو الانفرت ليفل 2 ناقص الانفرت ليفل فروم، نعملهم في القوس. تمام. اقل من 60 سم، نعمل نو دروب دروب مان. طيب else راح يكون دروب مان. تمام. كل هذا راح نعدله، طبعا راح يتعدل بناء على كل برانش. هذا القيمة راح تتعدل. طيب المان هول ديبث يا شباب بنفس الطريقة، المان هول ديبث في بداية البرانش راح ناخد المان هول ديبث هو عبارة عن الاكسكافيشن عندي زائد قاع المنهول. قاع المنهول تقريبا 25 سم، فبالتالي راح يكون الاكسكافيشن زائد 25 سم. طيب انا اخد الاكسكافيشن فروم ولا تو؟ في بداية البرانش طبعا فيش فروم، يعني بداية البرانش راح تكون زي ما هي، راح ناخد هذه زائد 25 سم. تمام. اللي بعدها راح تكون الماكسيموم ما بين القيمة هذه والقيمة هذه اللي هي داخلة على المنهل واللي خارجة من المنهل زائد ال 25 سم. ناخد القيمة الأكبر، يعني هياخد ال 2.35 نزود عليها 25 سم قاع المنهل، وبالتالي بدنا نسحب هذا الكلام، وهذه القيمة راح تتعدل بناء على كل برانش. تمام. الدايمتر لو جينا شفنا هذا الجدول اللي عندي بيوضح لي الدايمتر بناء على هاي، هذا الجدول الديبث اوف مان هول بناء على الديبث اوف مان هول. اذا كان الديبث اقل من 90 سم بناخده 60، اذا كان ما بين متر ونص ل 2 متر بدنا ناخده متر، اذا كان اكتر من 2 متر او بيساوي 2 متر بناخده متر ونص الدايمتر تبع المان هول. تمام. فبالتالي هنا بدنا نعمل اف ستيتمنت اف الديبث اوف مان هول اقل او اسف اكبر من او بيساوي 2 متر راح ناخده متر ونص، إلس راح ياخده متر، ونسحب هذا الكلام. طبعا هذا الكلام كله راح يتعدل، نشوف ايش القيم اللي بدنا نعدلها. هذول القيم بدنا نعدلهم بناء على كل برانش بعد ما نفصل البرانشات عن بعض. نيجي نمسح هذا الكلام هيك ونفصل البرانش لحاله عشان نبدا نعدل، وهكذا على البرانشات كلها. جيت راح نشوف شو التعديلات راح تكون على هذول الخانتين. الفاينل اكسكافيشن فيش تعديل هنا، راح يكون في تعديل على راح يكون في تعديل هنا على هدول القيمتين، لانه هذه بتعتمد على كل برانش لحاله. مين كمان بده تعديل؟ خلاص بعتقد هيك تمام، فيش تعديلات. الفايل موديفيكيشن الفاينل اكسكافيشن تمام. اذا هعدل على هدول القيمتين وعلى هدول القيمتين. خلينا نبدا نعدل على الانفرت ليفل بناء على الكور برانش، بس خلينا نفصل البرانشات عن بعض. طيب بعد ما فصلنا البرانشز يا شباب،
بعد هيك بدنا نعمل التعديلات اللي صارت عندنا فيها مشاكل. طبعا بنرجع وبنأكد انه انت الشغل هذا لازم تشتغله لكل البرانشات، احنا بس بدنا نشتغل عند البرانش هذا، تمام؟ لا عشان الوقت بس، انما انت المفترض تشتغل لكل البرانشز اللي عندك، كل برانش تمسكه وتشوف التعديلات اللي انت ممكن تكون فيه. خلينا نشتغل التعديل. التعديل راح يكون في البداية على الموديفايد انفرت ليفل، طبعا هذا بناء على مين؟ على الرسمة تبعت الشبكة اللي عندك اللي صارت عندك، تمام؟ في خلال البرانشات هذه راح نواجه في عندنا نوعين من البرانشات، يا اما البرانش بيكون بيبدأ بمنهل لحاله فاضي بدون ما يفوت عليه اي بايب، يا اما بكون زي الحالة هذه اللي هو زي مثلا البرانش هذا بكون جاي عندي برانشين اللي هو هاي برانش هذا والبرانش هذا وطالع منه فرع واحد، اذا بيكون داخل فرعين وطالع فرع واحد، تمام؟ فيش غيرهم. ممكن يكون في 3 افرع داخلة على نفس البرانش لكن طالع منه فرع واحد، برضو ما فيش مشكلة، يعني نفس المبدأ، تمام؟ راح نواجه هذه الشغلات في التعديل عشان نشوف شو بدنا نعدل وكيف بدنا نعدل. انت ممكن تفتح الاوتوكاد وتحطه جنب جنب الاكسل، او ممكن تاخد الرسمة هذه زي ما انا ماخد هان وتحطها عندك بالطريقة هذه، يعني عشان تضلك متبع عليها، تمام؟ فممكن احنا نيجي ناخد الرسمة. طيب احنا لقيت، بس خلينا نجمد الخلايا اللي بالاول، نروح على فيو فريز بانز، تمام؟ عشان لما نتحرك يكون مبين معانا المناحل. طيب نيجي نتحرك شوي لهيك ونشوف شو التعديل اللي مطلوب عندنا. طبعا في البرانش الاول، البرانش الاول بيبدا من عند منهل واحد لمنهل اثنين، يعني هنا بنحكي هنا في المكان هذا من منهل واحد لمنهل اثنين. طبعا هذا الخط الشباب هو خط الكروس تبع الاوتوكاد، ما مش بايب، يعني البايب هو بالازرق لونه، تمام؟ ف خلينا نكبر يمكن يصير اوضح هيك. اوكي، اذا احنا بنحكي قاعدين في البرانش هذا اللي هو بيبدا من واحد بنزل لعند ما يصل لعند 16، تمام؟ هاي هذا البرانش الاول. في الموديفايد احنا حكينا ليش بنعمل الموديفايد الموديفيكيشن على الانفرت ليفل، قلنا عشان نتاكد انه البايب اللي طالع من المنهل اوطى من البايب اللي داخل ب 5 سم على الاقل. وبالتالي لو جينا هنا في البايب الاول او في المنهل الاول اللي هو منهل رقم واحد، لو طلعنا على الانفرت ليفل راح ناخده زي ما هو. ليش اخذنا زي ما هو؟ لانه بدايه برانش وما فيش اي بايبس داخله عليه، فبالتالي الانفرت ليفل بضله زي ما هو، ما فيش فيه اي تعديل، تمام؟ هذا فروم 2 اللي هو هنا، يعني احنا لما بنسمي البايب 1 هاي بايب 1، هذا هو بايب 1 اللي هو من ام 1 لام 2. الانفرت ليفل فروم اللي هو هنا، الانفرت ليفل 2 اللي هو هنا، الانفرت ليفل فروم هيضلوا زي ما هو ما فيش عليه تعديل. ليش قلنا؟ لانه ما فيش بايب تاني داخل على المنهل. طيب الانفرت ليفل 2 بنلاحظ انه هيو زي ما هو، ما فيش اي فيه اي مشاكل، هذا الداخل على المنهل رقم 2 هيو، تمام؟ طيب نيجي للبايب اللي بعده، قلنا في البايب اللي بعده بدنا نعمل البرمجة هذه اللي هي ايش بتقول؟ اللي هي بتقول اذا الانفرت ليفل 2 اللي هو جاي من هنا البايب اللي داخل ناقص البايب اللي خارج لازم يكون اقل من 0.05 اللي هو 5 سم. اذا ما كانش اقل من 5 سم، تمام؟ فانا بدي اعمل تعديل، بدي اخذ الانفرت ليفل 2 اللي هو اللي داخل، تمام؟ وانقص منه 5 سم، بدي انقص من الانفرت ليفل تبعه 5 سم. ليش بدنا نقص منه 5 سم؟ عشان نرجع بنقول لانه بدنا نراعي انه اللي طالع اوطى من اللي داخل ب 5 سم. وبالتالي هاي البرمجة راح تتطبق على ما بعد، يعني هذا البرمجة صحيحة لعندنا. طيب نفوت على البرانش اللي بعده، تمام؟ اذا هيك برمجتنا صحيحة. نفوت على البرانش اللي بعده نتأكد من بداية البايب. عندي بايب 8، تعال وين بايب 8؟ هاي بايب 8، اذا هو بداية برانش وما فيش شي بايب داخل عليه، فيش شي بايب داخل عليه. اذا انفرت ليفل موديفايد لفروم راح ناخده زي ما هو. مين هو؟ طبعا هنا طالع عندنا غلط. ليش؟ لانه طلع انتم ماخد البرمجة نفسها، ماخذ البرمجه وفي عندي هذا الصفر، فانا ما بديش اياه، لا انا بدي اخذ هو نفسه، راح يضل الانفرت ليفل فروم، مش راح اغير عليه، تمام؟ ما بغيرش عليه. الخانه الثانيه هي اللي بدي يصير عليها تغيير، اللي هي هذه ناقص هذه بدها تكون اقل من 0.05 وهكذا، تمام؟ وبنيجي نطلع على اللي بعدها برضه نفس البرمجه ما فيش اي مشاكل. اذا هذا البرانش برضه بدايه برانش ما فيش فيه بايبس داخله عليه وبالتالي ما فيش عندي اي مشاكل. نفس الطريقه عندي بايب 11، بايب 11 شايفين انتم؟ بايب 11 هيو هان اللي هو ما فيش عليه اي منهل او اي بايب داخل عليه، وبالتالي بدنا ناخذ الانفرت ليفل
فروم بده يضله زي ما هو فروم، والتو بده يضله زي ما هو تو، ما فيش اي مشاكل. اذا هيك عدلنا هاي البرانش هذا. طيب نيجي للبرانش اللي بعد اللي هو برانش 12. هاي هنا راح يختلف الكلام معنا. في ايش راح يختلف؟ لو طلعنا هنا على البرانش رقم او البايب رقم 12، خلينا نقرب عليه شوية. هيو البايب رقم 12 واصل، هيو واصل ما بين 12 و13، هيو هذا تمام. هذا ايش معناته؟ معناته انه هذا المنهر رقم 12 داخل عليه برانشين، داخل عليه اللي هو من 10 ومن 11 البايبين هدول، وطالع منه بايب واحد. لازم البايب اللي طالع هذا يكون اقل، او الانفرت ليفل تبعه اقل ب 5 سم على الاقل من التنين اللي داخلات، او من اوطى واحد فيهم. لازم يكون هو اوطى اشي تمام. فبالتالي لما بدنا نيجي نطلع على الرقم هذا الانفرت ليفل فروم، الانفرت ليفل فروم اللي هو ايش راح يكون للبايب رقم 13، الانفرت ليفل فروم اللي هو عند ام 12 اللي هو عند المنهر رقم 12 تمام. قديش بدنا ناخده؟ بدنا ناخده اوطى من التنين هدول ب 5 سم. يعني البرمجه هذه بدها تكون بتساوي اف ستيتمنت اللي هي نفس البرمجه اللي احنا واخدينها. خلينا ناخذها زي ما هي، اللي هي نفس برمجه هذه راح ناخذها، ولكن مع تعديل ايش؟ مع تعديل المعطيات اللي داخله في المعادله. بدنا نقول اذا كان اللي داخل ناقص اللي خارج. طيب هجيت واحد بيسالني اللي داخل، طب مين اخده؟ اخده البايب 10 ولا تبع البايب 11؟ تمام، بدك تبع البايب 10 ولا بايب 11؟ بدنا ناخذ الاوطى ما بينهم، لانه احنا بدنا اوطى واحد فيهم. ممكن تعمل هنا برمجه تقول المينيموم ما بين الاثنين، ممكن انت بعينك تطلع تشوف مين اوطى واحد. فلو جينا هنا على البايب 11، لاحظ هنا بدنا ناخذ القيمه هذه، هاي بنحرك الخلايا عليها. طيب في عندي غيره بايب 11 اللي هو 10، تعال نطلع على 10. لاحظوا انه هذا 44 وهذا 43. اذا انا بدي اخذ ال 43 ولا 44؟ لا باخذ ال 43. 43 لانها هي الاقل الاوطى، فانا بدي اياه ينزل اقل من اوطى واحد ب 5 سم، فبالتالي باخده هنا هو هذا تمام. وياخذ بنفس الطريقه، ياخده هو نفسه وينقص منه 5 سم، نفس البرمجه ما فيش اي مشاكل. اذا هنا اختلف الموضوع عن اللي قبل. اللي قبل كنا ناخذ لانه بدايه برانش وما فيش اي بايبات داخله عليه، فكنا ناخذ نفس القيمه. لكن هنا في البرانش هذا اللي هي الفروم راح تتغير، برمجتها مش راح تكون زي هيك، راح تكون زي ما احنا حكينا انه بدنا ننقص الاوطى ما بين التنين ونشوف. طيب لو لاحظنا هنا هذا 43.03، اللي قبله 43.08 تمام. اذا هذا اللي داخل اعلى من اللي خارج ب 5 سم، اللي داخل اعلى من اللي خارج ب 5 سم تمام، وهذا هو المطلوب تمام. طيب مين كمان داخل عليه؟ داخل عليه بايب 10، طلع بايب 10 هيو 44.01. اذا هيك تاكدنا من بايب 11 تمام، تاكد من بايب 10 طلع عليه بنلاقي انه هو 44.1 اللي هو داخل عليه، واللي طالع اللي هو هيو 43.03. اذا برضه اوطى منه، اوطى منه بتقريبا متر وشويه، فبالتالي تمام متحقق الشروط وما فيش عندنا اي مشاكل. فهذا هو المطلوب. طبعا انا قاعد بشرح الكلام هذا ليش؟ انا قاعد بشرح بالتفصيل الموضوع. انت سريعا بتصير تشيك على بدايه كل برانش، بدايه البرانش عندي بطلع عليه بشوف هل في بايبات داخل عليه ولا لا، وبنقي البايب اللي الانفرت ليفل تبعه اقل وبننقص منه 5 سم تمام، نفس ما احنا عملناها. نيجي نعيد نفس العملية تمام، ولكن بدنا نتأكد. عندي بايب 16، نيجي نطلع برضه بايب 16 نفس القصة، بايب 16 داخل عليه 15 وداخل عليه 7، وبالتالي بدي اخذ نفس البرمجة هذه واحطها هان واطلع شو المعطيات تبعتي. هيو ماخذ 15 وفي عندي مين كمان 15 وفي عندي 7، تعال نطلع على 7 نحفظ الرقم هذا 40.3 و7 عندنا قديش؟ 39.4. اذا مين بدي اخذ؟ لا بدي اخذ ال 39. اذا بتطلع فوق هان ونطلع هذه كمان، لا اله الا الله، نطلع هذه كمان فوق برضو
تمام. اذا هيك بناخد اوطى واحده فيهم اللي بدنا ناخد 39، لانه ال 40 اعلى منها. احنا عندنا البايب اللي داخل عندي في بايب من بايب 15 وبايب 7، فانا اخذت بايب 7 ليش؟ لانه هو الاوطى. ممكن انت تعمل المينيموم ما بين التنين اذا بدكش تطلع بعينك، ولكن الاسهل انت مبينه يعني الارقام انه هذا اوطى فباخده هو. تمام، وهيك بكون انا تمام. ندعس اوكي، بنلاقي انه هذا صارت 39.37 اللي هي اوطى من هذه القيمه واوطى كمان من هذه القيمه. اذا اوطى من ال 39 واوطى من ال 40، اوطى من ال 39 ب 5 سم لو نلاحظ هيها، اللي هي 39.37 و39.42 اوطى منها ب 5 سم، واوطى كمان من بايب 15. اذا هيك حنضمن انه الميه مش حتمشي وما فيش فيها اي مشاكل، حيصير في انسيابيه في الحركه وما فيش عندنا اي مشاكل. بنفس الطريقه بروح على اخر برانش، طبعا بايد وبكرر كل البرانشات اللي عندك بدك تشيك عليهم بنفس الطريقه، كل برانش بدك تطلع عليه وتشوف هل هو تمام مظبوط الانفرت ليفل تبعه ولا لا. اذا هذا هو فائده الايش الموديفيكيشن. بتمنى تكون الامر واضح يعني، واذا مش واضح ان شاء الله بنحاول كمان في محاضره المناقشه اذا في اسئله نجاوبكم عليها ان شاء الله. طيب نكمل عندنا اخر برانش معانا، طبعا انت بدك تعمل لكل برانشات، احنا هنا بس عشان الوقت نطلع على بايب 19. وين بايب 19؟ هاي بنلاقي انه هو بدايه برانش خلاص، اوكي ما فيش غلبه على السريع، هذا بيساوي نفس القيمه هذه. ليش؟ لانه ما فيش بايبس داخله غيره، واللي بعده راح يكون نفس البرمجه، واللي بعده هكذا وهكذا للاخر. تمام، هذه هي الموديفيكيشن اللي احنا بنعملها على الانفرت ليفل. نكمل يا شباب. اذا هيك عدلنا على الانفرت ليفل اللي موجود عندنا. هل جيت اضل عندنا نعدل كمان على مين؟ نشوف ايش في كمان بده تعديل. ايش في كمان عندنا بده تعديل؟ تمام، اذا عدلنا الانفرت ليفل فيش اي مشاكل. بعد هيك الاكسكافيشن، بعد هيك الموديفيكيشن فيش اي مشاكل. النيو كفر الفاينل انفرت ليفل. لقيت عندنا الدروب مانهول. الدروب مانهول اللي بيعتمد على هل في بدايه برانش ولا ما في شيء. لو لاحظنا عندي في البدايه اول واحد مش هيكون في دروب. ليش؟ لانه اصلا شروط للدروب انه اللي داخل واللي خارج يكون الفرق ما بينهم اكثر من 60 سم. تمام، فالف بالبدايه هذا ملوش دروب، ما فيش فيه دروب. طيب اللي بعده هننفذ بالطريقه هذه اللي هو راح ننقص اللي داخل من اللي خارج ونشوف هل هو اقل من 60 سم ولا اكبر. اذا اقل بنحط له نوت دروب مانهول، اذا اكبر بنحط له ايش في دروب مانهول. بعد هيك راح نشوف البرانش اللي بعده. خلصنا البرانش الاول، البرانش الثاني بدنا نشيك على البدايه. بدايته بايب 8. بايب 8 بنلاحظ انه برضه بدايه فرع. تمام، بدايه فرع ما فيش فيه دروب مانهول اصلا، فبنحط هدول الاشارتين خلاص ما فيش. طيب اللي بعده راح يكون نفذ نفس العمليه هذه. طيب هذا نفس الطريقه ما فيش فيه دروب مانهول، ما فيش فيه. نيجي هان لبايب 12. لو لاحظنا نفس القصه، بايب 12 ملتقي فيه بايبين، ملتقي فيه ايش بايبين، بايب 10 وبايب 11. فبدنا نتاكد الجيت اعلى واحد فيهم، الجيت اختلف صار الموضوع العكس، نشوف مين اعلى واحد فيهم في الانفرت ليفل ناقص اللي طالع ونشوف الفرق ما بينهم هل هو 60 سم ولا لا. فبدنا نيجي نعمل اف ستيتمنت اذا كان هذا القيمه ناقص هذا القيمه. طيب القيمه هذه خطا. تمام، ليش خطا؟ لانه انا ماخذ هذا اللي طالع فيش اي مشكله، اللي داخل هو المشكله. اللي داخل اخذه 10 ولا 11؟ فبدي اجي اخذ مين الاكبر ما بينهم، الاكبر ما بينهم. هنا صار بالعكس الموضوع، فعندي يا باخد 11 يا باخد 10. لو نلاحظ 10 44 و11 و43، اذا انا بدي اطلع هذه القيمه هان. لاحظوا هاي اخذت القيمه هذه ناقص القيمه هذه، هذا الداخل وهذا الطالع. طب ليش ما اخذتش هذا؟ لانه قلنا بدنا ناخذ الاكبر. يعني بنشوف اعلى بايب موجود داخل على المنهل والفرق ما بين اللي طالع واعلى بايب داخل. تمام، عشان اشوف في دروب مانهول ولا فيش، بدي اعمل دروب مانهول ولا بديش اعمل. في الحاله هذه لاحظوا قبل ما كانش في دروب مانهول، هنا صار في دروب مانهول. ليش؟ لانه ال 44 هذه ناقص ال 43 هذه راح يطلع اكثر من 60 سم، الفرق ما بين التنين اكثر من 60 سم، وبالتالي
الفرق ممكن يصل لمتر، اعتقد تقريبا متر، متر الا شويه. فانت هنا محتاج دروب مانول، محتاج تعمل دروب مانول. هي قال لي دروب مانول. نفس الطريقه 16 نفس القصه، فباجي بدي اعمل الاف ستيتمنت، لكن اللي داخل هل بدي اخده ال40 ولا بدي اخده اللي هو بدنا ناخده؟ هاي اللحظه بدنا ناخده بايب 15 ولا 7؟ تعال نطلع، بدنا ناخد 15 اللي هو 40، وبايب 7، بايب 7 بنلاحظ انه هو ايش 39. تمام، اذا انا بدي اخد الاكبر، اذا بدي احط على بايب 40. اوكي، صار في بدنا ايش دروب مانهول، لانه الفرق ما بين ال40 وال39 فرق اكثر من متر تقريبا، الفرق ما بينهم اكثر من متر، وبالتالي محتاج انا دروب مانهول في هاي الحالة. في بايب 19، تعال نطلع، بايب 19 هو بداية بداية برانش، وبالتالي انا مش محتاج اصلا ندروب مانهول هنا، مش راح يلزم. تمام، مش راح يلزم اعمل العملية هذه، ولكن اللي بعده بنفس البرمجة وهكذا، حتشتغل هذا الكلام على كل برانش اللي موجود عندك. هي المسألة انا بشرحها قاعد بالتفصيل عشان تفهموا ليش بنعمل زي هيك، انما انت في التنفيذ مباشرة بتصير تطلع على بداية البايب وتشوف هل هو في داخل عليه بايبات ولا مش داخل، وهذه العملية بتصير بالتكرار بعد هيك. في المانهول ديبث يا شباب، شو شو التعديل اللي بدنا نعمله؟ تعال نطلع هنا، احنا قلنا في عندنا 25 سم قاعدة المنهل، بدنا نزود عليها الاكسكافيشن تبعنا. الاكسكافيشن طب ناخده مين؟ ناخده الفروم ولا تو؟ لاحظ انت في بداية الفرع اللي هو مثلا منهل رقم 1، احنا بنحكي عن منهل رقم 1، راح ناخد فروم. ليش اخذنا فروم؟ لانه ما فيش اي بايبات داخله، ما فيش اي بايبس داخله، فاقصى كميه حفر موجوده هان هي 1.7. واحد بيقول لي لا ال 2.22، لا احنا حكينا ال 2 راح يجي هان، اذا هذا ال 2.22، لانه احنا بنسمي البايب فروم و 2، فروم و 2، فروم يعني عند منهل واحد. منهل واحد قديش كميه، قديش الدبث تبعه؟ راح يكون الاكسكافيشن اللي هو هنا زائد ال 25. طيب نيجي على اللي بعده، اللي بعده راح يكون في عنده بايبين. البايب الاول اللي داخل عليه الحفر تبعه هيو 2.22، البايب اللي طالع منه 2.35. تمام، فاحنا اخذنا الماكسيمم ما بين التنين، او انت ممكن اصلا ما تعملش الماكسيمم، ممكن انت تاخذ الفروم مباشره. ليش؟ لانه احنا في العمليات السابقه قبل حرصنا على انه يكون البايب اللي خارج اوطى من البايب اللي داخل. تمام، فانت ممكن بدل الماكسيمم اصلا خلاص انت تاخد مين، او تاخد الماكسيمم مفيش مشكله، هاخد الفروم مباشره. الفروم هو اللي خارج، اللي خارج من المنهل. اذا بناخد اللي خارج ليش؟ لانه احنا متاكدين انه اللي خارج اوطى من اللي داخل، لانه اكدنا على الكلام من قبل، شيكنا على الكلام هذا من قبل لما نعمل الانفرت ليفل موديفايد. فبالتالي ناخدها زي ما هي هنا، بنفس الطريقه بعمله على كل الايش، على كل برانش. نيجي على برانش تاني، البرانش هذا نفس الطريقه راح ناخد مين، راح ناخد الفروم ونزود عليه 25 سم. هذه ممكن تاخد الماكسيمم او ما تاخدهاش، مش هتفرق كتير يعني، الرقم حيضله زي ما هو. ممكن عادي تبدل هذه تاخد مين الفروم، لانه احنا برضو باكد لك انه احنا ضامنين انه اللي خارج اوطى من اللي داخل، فما فيش اي مشكله. هنا اخذنا الفروم زودنا عليه، هنا في عندنا هنا ايش بصير، في تشارك زي اللي هو هنا 12، المنهل 12، المنهل 12 قديش العمق تبعه؟ بدنا ناخد اعمق حفر، اكثر كميه حفر فيه، بايب 10 وبايب 11. تعال نشوف كيف بدنا ناخد الماكسيمم، اقصى كميه حفر ما بين البايب 10 ال2 والبايب 11 ال2. هاي البايب 10 ال2 تبعه، الماكسيمم ما بين هيو اللي كميه تبعته كميه الحفر 1.2، واقصى كميه حفر للبايب 11. مظبوط، خدنا الماكسيمم للبايب 10 ال2 اللي هو جاي على منهل 12، واقصى كميه حفر للبايب 11 اللي هي داخل على البايب 12، وبدنا نشوف كمان مين اللي خارج، اللي خارج اللي هو هذا اللي هو واحد بوينت آسف اللي هو 2.24. تمام، اللي خارج هو أكبر واحد، فإحنا ليش نعمل الماكسيموم ونغلب حالنا التغليبة هذه؟ أنا ممكن ألغي الكلام هذا كله
واقول له خد لي مين، خد لي الفروم. ليش بناخد الفروم؟ لانه احنا ضامنين انه هذه اكبر كمية حفر، لانه هذا اوطى حاجة، لانه احنا اكدنا على الكلام هذا قبل، شيكنا عليه لما حسبنا الانفرت ليفل موديفايد، اتاكدنا انه المنهل او البايب اللي خارج راح يكون هو اوطى بايب في كل البايبات اللي موجودة. فبالتالي لو لاحظنا انه كمية الحفر انا 2.2 اعلى من 2.1 واعلى من 1.2، تمام. وبنفس الطريقة راح نشيك هذا الكلام. اذا هذه برمجتها ما فيش عليها اي تعديل، راح ناخذها زي ما هي للفروم دائما، ناخذ هي للفروم دائما، فيش اي مشكلة، هي المفترض ما كانش فيها تعديل، خلاص بناخد الفروم وخلاص. ليش انا وضحت لكم ليش؟ لانه احنا متأكدين انه اللي خارج اللي هو الفروم هو اللي خارج، خارج من المنهل، اللي خارج من المنهل دائما راح يكون اكبر كمية حفر موجودة لإله، تمام. واحنا مش حيكون عندنا خارج اكتر من بايب، اذا بايب واحد اللي خارج، فدائما بناخد قيمة ليش الفروم. نفس الطريقة هنيجي نقول هذا بيساوي ال final excavation اللي هو from زائد ال 25 سنتي قاعدة المنهل. وبنفس الطريقة هان راح ناخد ال final excavation from زائد ال 25 سنتي، راح نسحب، وهكذا على كل البرانشز اللي موجودة عندنا. بعد هيك قلنا تحديد الدايمتر للمنهل، قلنا اذا كان اكبر من ابو يساوي 2 متر، العمق تبعه اكبر من 2 متر او بيساوي 2 متر، ناخده متر ونص الدايمتر تبع المنهل، اذا كان غير هيك بدنا ناخده متر، تمام. وبنلاحظ انه هيك الامور تمام، هيك كل شيء تعدل. بدك تمشي التشيك هذا بدك تعمله على كل البرانشز اللي عندك. لو جينا هنا كم مثلا كلفت، نيجي نشوف قديش بالنسبة للبرانشات اللي احنا اشتغلناها، بدنا نشوف قديش كمية الحفر او اعلى كمية حفر. لو جينا على الاكسكافيشن، ها نيجي نحط الماوس، بنلاقي انه الماكسيمم هو 5.7، وهنا في الفروم برضو تقريبا 5.8. اذا اكبر كمية حفر احنا موجودة عندنا هي 5.8 او 5 بوينت، خلينا نقول 6 متر، يعني 6 متر اكتر كمية حفر احنا هنعملها، تمام. وهيك بنكون خلصنا الجزء الاخير اللي مطلوب منا في المشروع. بدنا نجهز الكلام هذا في الاكسل. ضروري يا شباب بنذكر في موضوع انه انت لازم تشيك على كل البرانشز اللي عندك، كل البرانشات اللي موجودة عندك بدك تشيك عليها وتتأكد انه ارقامك صحيحة، لانه دير بالك اغلب الاسئلة بتكون في المجال او في المكان هذا، في الاماكن اللي فيها ايش، فيها تعديل، تمام. فبدنا نكون فاهمين هذا الكلام، هينا وضحناه قد ما قدرنا نوضحه، وان شاء الله بكون واضح. يعني اذا في اي اسئلة، في اي مشاكل، راح نناقشها ان شاء الله في محاضرة المناقشة الاسبوع هذا. ان شاء الله نذكر كمان مرة باللي مطلوب منا تسليمه، قلنا بدنا نسلم ملف الاكسل شيت هذا مع الاكسل تبع التصميم الديزاين هذا اللي عملنا فيه تشيك على الفيلوسيتي، وجبنا الفيلوسيتي بارشل وكل هذا الكلام، والفيجرز اللي موجودة عندنا هان اللي رسمناها مع بعض، والداتا اللي هي احنا طلعناها من السيفل 3 دي والاوتوكاد، بالاضافة لمجموعة من المخططات اللي مطلوبة منا، وضحناها في الفيديو السابق شو هي المخططات المطلوبة منا بالضبط وكيف الآلية اللي بدنا نسلم فيها. فكل هذا الكلام بتجمعه في ملف كامل بالطريقة هذه. هاي بدنا نعيد كمان مرة انه الملف لازم يكون بالطريقة هذه، هاي زي هيك مثلا، هذا ملف تكتب على الملف اسمك وبتحط رقمك الجامعي زي هيك، رقمك الجامعي واسمك اللي هو قائد المجموعة، يعني اسمه ورقم الجامعي لقائد المجموعة، و بيكون افضل لو حطيت يعني اسمك ورقمك الجامعي واسم صاحبك ورقمك ورقمه الجامعي، يعني تحت بعض بيكونوا مسمى او تسمية الملف زي هيك. والمشروع بيكون زي هيك بالطريقة هذه، مقسم لاربع ملفات. الملف الاول هو الاوتوكاد، رسومات الاوتوكاد بدها تكون في ملف واحد، الرسومات اللي وضحناها في المشروع في الفيديو السابق. الاكسل شيت اللي احنا اشتغلنا عليها كاملة بكل الشيتس اللي جواتها، بي دي اف بدنا نطلع التيبلز اللي هي الجداول تبعتنا، جداول الاكسل بدنا نطلعها بالطريقة هذه. ولازم يكون الجدول كله في صفحة واحدة،
تمام، الجدول كله يكون في صفحة واحدة. نطلع الجداول تبعتنا في في PDF، والدروينجز تبعتنا اللي هي الرسومات الاوتوكاد بدنا نطلعها في ايش، في ملف زي هيك، رسماتنا بدنا نطلعها زي هيك زي هيك يعني بالشكل هذا. بالاضافة لاخر حاجة هو الوورد، واللي هو احنا طلبنا منكم اول الفصل اللي هو حساب البابيوليشن والبابيوليشن دنسيتي، بدنا نحطه هان ملف وورد. بتمنى الامور تكون واضحة. كل هذا الكلام بتسلم وبنعمل فيه ملف مضغوط، نضغط الملف تبعنا وبنرفعه على المكان اللي موجود له المخصص له في الموديل. تمام، اتمنى الامور تكون واضحة. هنا عدنا ايش بدنا مطلوب منا. يعطيكم الف عافية والسلام عليكم.